أعزائي مشاهدي بوابة الفجر، معاكم هدى السيد من محافظة المنوفية، ومعانا النهارده حاجة جميلة جدا جدا. يعني النهارده حصاد محصول القمح، في فرحة كبيرة بين الجد والأحفاد وكل الأسرة على بعضها كده ما شاء الله، يعني ربنا يا رب يبارك لهم، كلهم بيشاركوا في حصاد المحصول اللي هينمي الشعب. ده طبعا محصول قومي، ده طبعا حاجة جميلة جدا. الأحفاد القرايب كلهم متجمعين النهاردة بفرحة كبيرة جدا ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك لهم في المحصول. هنتكلم معاهم بقى ونشوف يعني الفرحة الجميلة بتاعت النهاردة. الأول عرفني بنفسك كده، اسمك ايه؟ قول لي انت بتعمل ايه دلوقتي يا زياد؟ انت جاي من امتى؟ يعني جاي من الصبح من امتى؟ من الساعة 8 الصبح كده؟ ايه ده دلوقتي اللي بتلمها؟ يعني انت بتشيل شوية وبتعمل شوية صح؟ كل سنة وانت طيب وبخير. يا رب كده يجعلوا محصول خير عليكم وتجمعوا ثمرة تعبكم يا رب النهاردة. وانت يعني صور لي فرحتك كده وانت طبعا بتحصل المحصول النهاردة. والله فرحانين هنكذب. ده محصول السنة دي يعني الشهادة لله، كلنا فرحانين. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يكمل فرحتكم يا رب. انتوا النهارده ما شاء الله مجمعين بعضكم كلكم علشان خاطر تجمعوا ان شاء الله. ربنا يديك الصحة يا رب. الله يخليك، كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك. ماشي.